دخيل كل حدا يساعدني. هيك بتتركينا وبتفلي وما بتخلينا نعرف شي عنك؟ الكل صدموها. امك هي اللي قتلتني قبل ما انا قتلها. ليش تركتني كل هالفترة وما سألت فيه؟ ما قدرت اطلع بوجهه لفارس. انا اللي مات امي وابي قتل. ماني عارفة اذا نحن اللي قتلنا له اهله لفارس. انا اللي تعذبت كل حياتي وهي عايشة حياتها. وهو قتل لي ماما. انا شو خصم؟ وفارس ما عاد قادر يسكت. ليش كرهتني لما عرفت الحقيقة؟ لأنه ما بتحبك وخرب لها حياتنا كلها. الجزء الثاني من ما في ألف بنت بتتمنى لحقه بالدنيا فوقين تحتين زتها ورا ضهرك ومشي يوميا ما عدا الخميس والسبت بعد الأخبار على الـ MTV.